وهو القائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال يحيى بن أكثم: كان للمأمون وهو أمير إذ ذاك مجلس نظر، فدخل في جملة الناس رجل يهودي، قال: فتكلم فأحسن الكلام والعبارة. قال: فلما أن تقوض المجلس دعاه المأمون فقال له: إسرائيلي؟ قال: نعم. قال له: أسلم حتى أفعل بك وأصنع، ووعده فانصرف. فلما كان بعد سنة جاء مسلما فدعاه المأمون وقال: ألست صاحبنا بالأمس؟ قال: بلى. قال: فما سبب إسلامك؟ قال: انصرفت من حضرتك.